ينضم إلينا اللواء محسن كاظم علك، المدير العام لمديرية الدفاع المدني العراقي. لواء محسن، مرحبا بك معنا في الحصاد. بداية، يعني في أقل من 24 ساعة انهيار مباني في بغداد وأربيل والأنبار، إلى ماذا بتقديرك نرجع الأسباب؟ هل لسوء استخدام المواد المستوردة في البناء، أم غياب محاسبة المقصرين، أم مخالفة شروط البناء والسلامة، أم الكل مجتمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليك. علينا وعليك. وأهلا وسهلا بيك. أهلا بك. حقيقة فيما يخص المباني، بالنسبة لرؤى الدفاع المدني، يعني نعتقد أنه أما أن تكون من إهمال العمال أو خلل فني في البناء، وحقيقة مديرية الدفاع المدني قابت بواجباتها، أما تحديد الأسباب بشكل رسمي هو من اختصاص يعني خبراء الأدلة الجنائية. حقيقة خلال 24 ساعة اللي مضت يعني حصلت انهيار مبنى في زيونة، وتم إنقاذ 8 أشخاص كانوا محاصرين تحت الأنقاض من قبل فرقنا، الحمد لله والشكر. والحقيقة المبنى الثاني في محافظة الأنبار أيضا في الساعة 1 ليلا أيضا تم إنقاذ شخص من تحت الأنقاض، انهيار في مول في الأنبار. هذه طبعا ترجع هي مسؤولية متابعة مديريات البلديات اللي كلا ضمن رقعته الجغرافية يفترض تتابع هذه مثل هذه المباني وتتأكد من المخططات والتصاميم، وكذلك بالنسبة أيضا للمهندس المقيم المشرف على المبنى أيضا يتحمل جزء من المسؤولية. نعم، أجدد التحية بك ثانية سيد الكريم. حذرتم مسبقا في تصريحات سابقة للوزارة من انهيارات وشيكة لبنايات، وحددتموها ب 2500 مبنى حكومي وحتى أهلي. على ماذا استندتم في تحذيراتكم هذه، ولمن أطلقتم التحذيرات، للمواطنين فقط أم للحكومة؟ الحقيقة كان من ضمن متابعات توابعنا في المحافظات وبغداد الكرخ والرصافة تم تحديد 2517 مبنى هي حقيقة آيلة للسقوط، ولكن بعد ما تم مفاتحة الجهات المعنية عن طريق مراجعنا من يعني وزارة الداخلية، تم تشكيل لجنة بأمر ديواني من الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي تضم ممثل عن دائرة يعني مجلس الوزراء ودائرة الإسكان، مدير عام التصاميم، ومدير الدائرة الهندسية في مديرية الدفاع المدني، لغرض تحديد مخاطر هذه المباني وحجم خطورتها. وفعلا أجريت الكشف وتم تحديد ما مطلوب، وهي بالأصل يعني قانونا هي مسؤولية وزارة الإسكان والتعمير، هي متابعة هكذا مباني آيلة للسقوط وإقامة الدعاوي ومن ثم حالتهم أو إخلاء المباني المحددة من قبل مديرية الدفاع المدني أو الجهل أو اللجنة التي حددت بأمر ديواني. مديريتنا حقيقة نبهت المواطنين، جزء من المباني أخليت والبعض الآخر لحد الآن قيد يعني أكو إجراءات بهذا الخصوص، نأمل أن أصحاب هذه المباني أن يخلوها للحفاظ على حياتهم. طيب، دور الدفاع المدني هل يقتصر على يعني عمليات الإنقاذ وإنقاذ الأرواح بعد وقوع المحذور، أم أن هناك ربما أدوار أخرى إضافة إلى أيضا التحذيرات التي أطلقتموها، أدوار أخرى يمكن أن يقوم بها الدفاع المدني للتقليل من هكذا حوادث؟ مديرية الدفاع المدني واجبها تجري الكشف على هكذا مباني، وأضافة إلى جميع المباني يعني حتى الصالحة للإشغال تحدد بها شروط السلامة، ومن ثم حالة المخالفين وفق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 بمواده 20 و21 لمحاسبتهم.
توجد في مديرية الدفاع المدني بصلاحية المدير العام جلسة الفصل للغرامة من 250 إلى مليون، وتم تجديد يعني بمقترح تعديل للقانون بتشديد العقوبة تصل إلى 10 ملايين، من 250 إلى 10 ملايين. في حالة عدم تنفيذ المواطن يعني المخالف لقانون الدفاع المدني، أكو صلاحية للسادة المحافظين باعتبارهم رؤساء للدفاع المدني كلهم ضمن محافظته وفق المادة 10 من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. بعد إذا ما نفذ يعني بعد إغلاقه فترة وما نفذ نحيله إلى المحاكم الجزائية، وهذا يعتبر من ضمن صلاحية القضاء، قد تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 6 أشهر.